طيب وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وفي آية أخرى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. إذن من العبود ومن الفضائل التي أوجب علينا الله عز وجل أن نلتزم بها الكلمة الحق الكلمة الطيبة وهدوا إلى الطيب من القول. ومن الرذائل التي متى انتشرت في الأمة كان أمرها فرطا. من هذه الرذائل انتشار الإشاعات الكاذبة التي تفرق بين الصديق وصديقه وتفرق بين الأخ وأخيه وتحول الحسنات إلى سيئات وتحول الطاعات إلى معاصي وتحول الخير إلى شر والعياذ بالله. الإشاعات الكاذبة رذيلة من أقبح الرذائل التي متى ابتليت بها أمة تحولت من القوة إلى الضعف تحولت من التعاون إلى التفرق والتنابذ. ولذا نجد القرآن الكريم يحذر من الإشاعات الكاذبة ومن الأراجيف ويتوعد الذين ينشرون الإشاعات الكاذبة ضد الأشخاص ضد الجماعات ضد مصلحة الأمة ضد مصلحة الوطن. يتوعدهم والعياذ بالله بسوء المصير في الدنيا والآخرة لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. المرجفون في المدينة أي الذين يشيعون الإشاعات الكاذبة يحولون انتصار المسلمين إلى هزيمة. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. وفي آية أخرى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لكن كيف نحارب الإشاعات الكاذبة؟ كيف نحاربها؟ نحاربها بوسائل متعددة. أولها تغليب حسن الظن بين الإنسان وأخيه الإنسان. عندما أشاع المنافقون في العهد النبوي حديث الإفك عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنزل الله تعالى 16 آية أنزلها الله سبحانه وتعالى لمحاربة حديث الإفك ولمحاربة الإشاعات الكاذبة. وافتتحت هذه الآيات بقوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم.
لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا وفق النبي. إذن نجد أن الآية الأولى تقول للمؤمنين إن المنافقين الذين أشاعوا الإشاعات الكاذبة حول السيدة عائشة لا تحسبوا تلك الإشاعات، لا تحسبوها شرا لكم بل هي خير لكم. لما؟ لكي يتميز قوي الإيمان من ضعيفه، لكي يعرف الصادق في إيمانه من المنافق الذي يقول بلسانه ما ليس في قلبه. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، أي على كل إنسان أن يتحمل جريمة كذبة. والذي تولى كبره معظمه وهو عبد الله بن أبي بن سلول له عذاب عظيم. ثم تأتي الطريقة التي تحارب بها الإشاعات الكاذبة، حسن الظن. لولا استمعتموه، هلا إذ سمعتم هذا الحديث الكاذب عن السيدة عائشة، لولا إذ سمعتم ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي كذب المؤمنون والمؤمنات تلك الإشاعات الكاذبة وقالوا سبحانك هذا بهتان عظيم. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي بإخوانهم وبأخواتهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، تلك هي الوسيلة الأولى لمحاربة الإشاعات الكاذبة، أن يحسن بعضنا الظن ببعض. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أحكم على الناس بالظاهر والله يتولى السرائر. نسأل الله تعالى أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.